مادة سلسة وسهلة جدا لو انت تابعت مع الدكتور بأول وسكاش. طيب بالنسبة للمواني بقى، المواني مشكلة المواني ان المادة جديدة جدا عليك، علم انت ما شفتوش وما درستوش قبل كده، علم يعني من الاخر كده حاجة انت مفروض هتبتديها وتنهيها في نفس الترم، فهتلاقي نفسك مضغوط جدا. ليه مضغوط؟ لان انا محتاج اعرفك كل حاجة عن المادة، محتاج اعرفك ايه هي معنى كلمة مواني، ايه هو هندسة المواني، ايه هي المينا، مكونات المينا، العناصر اللي بتأثر على المينا، ازاي اصمم عناصر المينا، وازاي اخطط المينا نفسه. طيب انت هتدرس كل ده، انت هتدرس 90% من الكلام ده لو في وقت، وطبعا مفيش وقت، كنت مفروض هدرسك تخطيط. التخطيط انك ازاي تحط وترتب وترص عناصر المينا. انا اعرف ان المينا دلوقتي، يعني احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي في السكشن، انا عارف ان المينا بيتكون من شويه حاجات، كل حاجه ليها طريقه تصميم معينه، كل حاجه ليها طريقه تخطيط ووضعيات معينه. الكلام ده مفروض لو كان معانا وقت كنا هنديهولك، بس للاسف غالبا الترم ده هيبقى 12 اسبوع بس، مش هيبقى 16 اسبوع زي كل سنه، فعشان كده صعب جدا نديك الجزء ده. بس اللي هتدرسه معانا الترم ده، هندرس ايه اهم بقى الحاجات اللي هندرسها في المواني، الحاجات اللي تخصنا. اول حاجه بنتكلم على مواني، يبقى بنتكلم على شواطئ، يبقى بنتكلم على موجه. هندرس خصائص الموجه، هندرس خصائص الموجه المختلفه جوه الاعماق المختلفه للميه، هندرس ازاي الموجه بتتولد، وهندرس ازاي نحسب الطول الموجي والزمن الدوري بتاع الموجه. الكلام ده كله على طول المنهج، ما بقولكش ان احنا ندرس الكلام ده كله النهارده، على طول المنهج. هندرس لما يحصل مشكله في الموجه انها تنكسر، او ان يحصل تاثير العمق على الموجه، اللي ياثر عليها ازاي، ياثر على عمقها ازاي، على طولها ازاي. انا اعرف الكلام ده كله مع بعض. انا اعرف لو انا حطيت حاجز مائي او حطيت حاجه جوه الميه بتاثر لي ازاي على الموجه، بتعمل لي حاجه اسمها ديفراكشن. انا اعرف ان الموجه لو جايه بزاويه معينه واتغيرت الزاويه بتاعتها، بتعمل لي حاجه اسمها ريفراكشن، انكسار. انا اعرف حاجه اسمها الديفراكشن، الانكسار. هندرس ده وهندرس ده. هندرس تصميم حواجز الامواج نفسها. دلوقتي انت في المينا، انت عايز المينا جواه يكون مستقر، فبنعمل حواجز امواج. تعال نبدا السكشن مع بعض، عشان بس ايه الكلام اللي انا قلته لك ده اوضحه لك بيه السكشن. اول ما ابدا الشير بس بعد اذنكم، حد يقول ان الشير ظهر. الشير مظبوط؟ تمام يا هندسه. هنتكلم ان شاء الله النهارده مع بعض عن مقدمه في هندسه المواني او هندسه المرافق. مقدمه صغيره كده ان شاء الله هتقعد معانا ساعه ونص، انتوا عارفين المقدمات بتاعتي بتبقى صغيره يعني. الاوت لاينز اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله النهارده، عشان تبقى عارف بس الدنيا هتبقى ماشيه ازاي معانا، هنتكلم انترودكشن، مقدمه عن العلم نفسه، مقدمة عن العلم وعن المينا وتعريف المواني والمرافق والفرق بينهم. هنتكلم عن مكونات المواني أو المرافق. هنتكلم عن تصنيف المواني. هندي نبذة عن توصيف الشيب السفينة، ونعرف إيه علاقة السليب ديسكريبشن ده بحوار السفينة الجانحة اللي كانت موجودة في قناة السويس، وإزاي المفروض كانوا ياخدوا ده في الاعتبار. هنتكلم عن حاجه اسمها الويف جينيريشن، الويف كاركترستيك اللي هي ويف جينيريشن تولد الامواج، ويف كاركترستيك اللي هي خصائص الامواج، مع بعض واحده واحده جدا، وهفهمك كل حاجه بالتفصيل باذن الله، وهتطلع من السكشن مش عايز اي حاجه من المحاضره باذن الله النهارده يعني. المقدم، والله يا باشمهندس ما ينفعش ابدا ادرس علم جديد بدون ما اعرف ايه هو تعريفه. اللي قدام حضرتك ده اللي المفروض انت في اخر الترم المفروض تبقى عارفه كله. دي المواني او المينا اللي انت مفروض في اخر الترم تعرف تصممه، تصمم لي كل عناصر الانشائيه وتخطط لي كل عناصر الانشائيه. فهتلاقي عندك هنا زي ما انت شايف حاجه كبيره كده، انا معرفش ايه ده يا باشمهندس، وحاجه صغيره وحاجات مرصوصه، ايه الكلام ده كله؟ انا معرفش الكلام ده كله، انا اعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله. وهتلاقي عندك مساحة أرضية، وهتلاقي فيه كلام كبير جدا يعني. تعال ما نتكلم واحدة واحدة
ولو في حد من الفاهم اي حاجه واي تفصيله يا ريت يعرفني ويوقفني. ايه هو هندسه المواني؟ ببساطه جدا يا جماعه، علم المواني او هندسه المواني هو العلم اللي بيهتم بتخطيط وتصميم اي منشأ بحري بانواع المختلفه. ايه هي المنشآت البحريه بانواع المختلفه؟ اللي قدامك ده اسمه حاجز امواج، ده منشأ بحري هو اللي بيصممه هندسه المواني. اللي قدامك ده حاجز امواج بس بيسموه حاجز امواج ثانوي، ده برضه منشأ بحري اللي بيصممه هندسه المواني. اللي قدامك جوه ده دي اسمها ارصفه، ارصفه عشان ترص عليها السفن، دي برضه اللي بيهتم بيها هو هندسه المواني. اللي على الشط ده يا باشمهندسين اسمها مباني اداريه للشاطئ، اي مباني اداريه للشاطئ اللي بيهتم بيها هندسه المواني. فهندسه المواني ببساطه جدا علم بيهتم بتخطيط وتصميم اي منشأ بحري بانواع المختلفه. طيب هل ده يفرق عن هندسه الشواطئ؟ لان الماده بتاعتنا اسمها هندسه المواني والشواطئ. اه بيفرق يا جماعه، هندسه الشواطئ هو احدى فروع الهندسه المدنيه واحدى فروع هندسه المواني. يعني هندسه المواني ده علم عام جدا تحت منه حاجه اسمها هندسه الشواطئ. طيب ايه اهميته؟ بيقول لك ان العلم ده اهميته انه بيختص بدراسه المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها الشاطئ زي النحر والترصيب. تفتكر ايه اللي ممكن يعرض الشط للنحر والترصيب؟ انا ما عنديش حاجه بتاثر على المينا غير الموجه. ولو انت ركزت في اي مكان انت رحته، يعني محمد السيد رايح النهارده مفروض عين السخنه، لو ركز مع الشواطئ هيلاقي ان الموجه بتعمل حاجه اسمها نحر مستمر للشاطئ. نحر مستمر للشاطئ ان الموجه عماله تاخد من الشاطئ، وبتعمل ترصيب جزئي للشاطئ ان الموجه اللي جايه لك من جوه الميه بتسبب لك ترصيب حبيبات الرمل بحاجات بسيطة كده في أجزاء من الشاطئ. العلم اللي بيهتم بدراسة المشاكل دي سواء كانت نحر وترصيب اسمه هندسة الشواطئ. بس مش بس يدرس المشاكل، هو لازم يدرس إزاي ممكن يتغلب عليها. يبقى المواني بيخطط ويصمم أي منشأ على البحر، الشواطئ بيشوف المشاكل اللي هيتعرض لها الشط نحر وترصيب عشان أقدر أتغلب عليها. طيب يا باشمهندس، انا كده عرفت تعريف العلم بتاع المواني والشواطئ. انت قلت لي ان الاتنين دول بيهتموا بتخطيط وتصميم المنشآت البحريه. كل اللي موجود في المنشأ البحري ده اسمه ميناء او مرفأ، فلازم اعرف لك المرفأ. على فكره الاتنين تعريفهم واحد، بس يعني ايه لغويا في فرق، فانا عشان كده عرفتهم لكم وفسرت لكم الاتنين. بقول لك هاربر او المرفأ المساحه المائيه الامنه المحمية من الأمواج. ركز معايا، لو أنا قلت لك ده هنا حاجز يمنع للموجة هنا تدخل وهنا حاجز يمنع للموجة هنا تدخل، يبقى فين المساحة المائية الآمنة؟ الجزء الدائري اللي جوه ده، الجزء اللي جوه الحواجز دي هي دي المساحة المائية الآمنة. ودي محمية من الأمواج؟ آه دي محمية من الأمواج. بالعكس الموجة ما تقدرش تدخل بأي طريقة جوه جوه الحواجز دي. باشمهندس معلش من الاول، هندسه المواني ايه تاني عشان النت كان فصل عندنا على السريع كده؟ لا معلش شوف مين اللي بيرن عليا. سلمي بيه. حاضر اعرفكوا يا احمد اعرفكوا. تاني هندسه المواني، الفرق ما بين المواني والشواطئ. هندسه المواني يا جماعه ببساطه جدا هو العلم اللي بيهتم بدراسه تخطيط وتصميم اي منشأ بحري. ايه هي المنشآت البحريه؟ اللي قدامك ده كله سلمي، اي حاجه قدامك تعتبر منشأ بحري. الحاجز ده منشأ بحري، الحاجز ده منشأ بحري، الرصيف ده يعتبر منشأ بحري اللي هو الرصيف الخارجي ده، الارصفه الداخليه دي تعتبر منشأ بحري. فالعلم اللي بيهتم بتخطيط وتصميم الحاجات دي كلها ووضعيتها هو علم هندسه المواني. فبنتكلم على حاجه اسمها هندسه الشواطئ، بنقول ان هندسه الشواطئ هو احدى فروع الهندسه المدنيه واحدى فروع هندسه المواني. يعني هندسه المواني ده علم كبير جدا تحت منه حاجه اسمها هندسه الشواطئ. طيب فهندسه الشواطئ ده بيهتم بايه؟ بيقول لك بيهتم بدراسه المشكلات اللي ممكن يتعرض ليها الشواطئ من نحر وترصيب. طيب تفتكر ده مهم بالنسبه لهندسه المواني في ايه؟ لازم تاخد في اعتبارك لو لقيت منطقه مثلا فيها نحر وترصيب كبير، فدي صعب ان انا اعمل فيها مينا، فعشان كده بقول لا انا مش هعمل هنا المينا. هو ده التخطيط يا جماعه، انا همشي قدام شويه، النحر والترصيب قليل، الموجه تاثيرها اقل،
فاقدر اعمل واحدد المين هيبقى موجود فين بالظبط. فهندسه الشواطئ هو احدى فروع الهندسه الموانئ. فقلنا اللي قدامك ده، الصوره اللي قدامك دي بتوضح لي حاجه اسمها المينا او المرفأ، الاثنين زي بعض زي ما قلت لك، بس لغويا في فرق بسيط بينهم. فبقول لك المرفأ ببساطه جدا المساحه المائيه الامنه. لو انا جيت اتكلم على المساحه المائيه الامنه اللي هي الجزء ده يا جماعه، ده انا بدل حطيت الحاجز اليمين ده والحاجز الشمال، الموجه صعب جدا تدخل. يا باشمهندس ايه الحواجز دي؟ ما تستعجلش نفسك، انا هقول لك الحواجز دي كمان دقيقتين بالظبط ووضعيتها ازاي اصلا، يعني ليه الحاجز ده كبير وليه الحاجز ده صغير، هعرفك انا دلوقتي. المهم انا عايزك تبقى فاهم بس الكونسبت اللي انا بتكلم فيه. فبقول لك المساحه المائيه الامنه اللي هي الجزء الداخلي ده اللي بتقوى بيها السفن. بص ادي سفينه عندك ايه، ادي السفينه عدت من الحاجزين دخلت جوه، اول ما دخلت جوه الحاجزين بقت امنه، يبقى ده بالنسبه لي بيسموه مرفأ. طيب السفينه اصلا هتدخل جوه ليه؟ بيقول لك السفينه تدخل جوه سواء كانت هتتزود بالمون او بالوقود او لاغراض التجاره، زي مثلا عندنا ميناء اسكندريه. ميناء اسكندريه زي ده يا جماعه، بس هو ميناء تجاري، جمارك، عربيات داخله وعربيات طالعه، مش عارف ايه داخل وايه خارج، فده بيسموه مرفأ. يبقى المرفأ ببساطه جدا المساحه المائيه الامنه اللي بتدخلها وبتقوى عليها السفن للتزود بالوقود والمون، وكذلك لاغراض التجاره ايا كان بقى نوع التجاره بتاعك، وهنعرف انواع المواني دلوقتي كتير جدا. كمان ممكن نضيف عمليات نقل الركاب. عمليات نقل الركاب ده زي مينا مثلا بتاع فيلم تايتانيك، ده مينا من المواني اسمها مواني الركاب، سفينه كبيره جدا واقفه على البحر. طبعا السفينه دي لو انا ما حطيت لهاش حواجز ايه اللي هيحصل؟ هتفضل في حركه مستمره. يعني لو انا شلت الحاجز ده وشلت الحاجز ده، فالمينا بقى السفينه بقت في حاله حركه مستمره، بقت غير مستقره، بقى صعب جدا ان انا احط ركاب واشيلهم منها، فغصب عني برضو بضطر ان انا اعمل الحاجز اليمين والحاجز الشمال ده. تمام؟ بيقول لك ان المينا ده او المرفأ اللي هو المرفأ او الهاربر يعتبر هو حركه الوصل بين الدول. طيب لو اتكلمنا عن المينا كبورت، لو خدت بالك اهو اول حاجه يعتبر المساحه المائيه، ايه ده يا باشمهندس؟ يعني المرفأ والمينا زي بعض؟ بس المينا اشمل شويتين، يعني اكبر سنه، بيشمل المساحه المائيه اللي هي دي. تمام؟ بالاضافه لدي بيشمل ايه بقى؟ الاجزاء الارضيه، المساحات الارضيه اللي بره دي اللي انت شايفها دي، اللي انا ممكن احط عليها الارصفه او المباني الاداريه، وكذلك اللي هي المساحات الارضيه، وكذلك الارصفه، الارصفه دي اللي انا ممكن اعمل عليها عمليات الشحن الشحن والتفريغ. لو انت عرفت مثلا هيبقى بيقول لك ايه؟ مينا تجاري حبوب، فانا المفروض ان انا ببقى عامل صوامع، فدي بالنسبه لي شحن وتفريغ، وبالنسبه لي تخزين برضو للمواني. وكذلك بيشمل كافه المنشآت، اي منشأ بتحطه بقى، يعني ده كحاجز امواج يعتبر منشأ من منشآت المينا، ده كحاجز امواج نفس الكلام، الرصيف ده نفس الكلام، المبنى الاداري ده نفس الكلام، اللي هي الجزيره دي اللي انا عاملها الزراعيه دي، كل ده يعتبر جزء من اجزاء المينا. فببساطه جدا يا جماعه المرفأ هو عباره عن المساحه المائيه اللي السفينه تتحرك فيها بسهوله وتقدر تعمل شحن وتفريغ وتتزود بالمون والوقود. انما المينا ده المرفأ، المينا شامل يا جماعه اي حاجه هتحطها على الشط تعتبر جزء من اجزاء المينا، سواء كانت أرصفة، سواء كانت حواجز مائية، سواء كانت صوامع، أيا كان اللي هتحطه على الشط جوه داخل المينا يعتبر جزء من أجزاء المينا أو البورت. طيب إيه بقى الهاربر كومبوننت؟ لأن أنت يا باشمهندس عمال تقول لي حاجز أمواج رئيسي، حاجز أمواج ثانوي، أرصفة، أنا مش فاهم. بقول لك يا سيدي إن الهاربر كومبوننت اللي قدامك ده شكل المينا المثالي او شكل المرفأ المثالي، بس احنا هنتكلم الاثنين زي بعض. يعني دلوقتي لو انا قلت هاربر زي انا بتكلم على البورت، ده الشكل المثالي، وده الشكل قبل التخطيط. يعني قبل التخطيط والله يا باشمهندس ببساطه جدا انا ما عنديش غير شور لاين اهو، خط الشاطئ، وببدا انا بعد كده اخطط انا عايز اعمل ايه في المينا، انا عندي ايه مكونات المينا، ايه الحاجات اللي ممكن تظهر لي في المينا. اول حاجه أو أول مكون من مكونات المينا هي المساحة الأرضية.
المساحه الارضيه يا جماعه بحط فيها اللي قدامك دي اللي انا رسمه، بحط فيها الارصفه وبحط فيها المباني الاداريه. طيب تاني حاجه من مكونات الميناء اللي انا رسمه بالاسمر ده، ده اسمه حاجز امواج رئيسي، اسمه بالانجليزي مين رابل موند بريك ووتر عشان الناس اللي بتكتب. طيب ايه اهميه الحاجز الامواج الرئيسي ده؟ بقول لك حاجز الامواج الرئيسي ده انا بحطه في اتجاه الرياح البريفيلنج ويند دايركشن، واكتب تعريف البريفيلنج ويند دايركشن، اتجاه الرياح السائده هو الاتجاه الذي تمر فيه الرياح اطول فتره زمنيه في السنه. مش معنى كده ان الرياح طول السنه في نفس الاتجاه، لا، يعني لو قلنا ان السنه عندي 365 يوم، لو قلت ان عديت ال 182 يوم بيوم يبقى ده اسمه اتجاه الرياح السائده. حاجز الامواج الرئيسي اهميته ان يمنع لي الموجه اللي متكونه من البريفيلنج ويند دايركشن انها تدخل جوه الميناء. يبقى حاجز الامواج الرئيسي وظيفته انه يمنع الموجه اللي متولده في اتجاه الرياح السائد انها تدخل جوه الميناء. طيب يا هندسه انت بتقول لي ان ده اسمه بريفيلنج ويند دايركشن، بمعنى ان ممكن يكون في اتجاه للرياح في الاتجاه الثاني. طيب يبقى انا عشان اضمن ان انا مامن الميناء فانا بعمل بحط حاجه اسمها حاجز امواج ثانوي. يبقى حاجز الامواج الثانوي هو حاجز امواج بيمنع الموجه انها تدخل جوه الميناء ولكن في الاتجاه الثاني اللي مش موجود فيه البريفيلنج ويند دايركشن. تمام؟ ثانية واحدة يا جماعة بس عشان الدكتورة ريهام بس تبقى تاني. معلش يا سيد، بلغ سيكشن 3 إن السيكشن شغال. إيه؟ بلغ سيكشن 3، مندوب سيكشن 3 إن السيكشن شغال، إن الدكتورة مستنياه من جوه. ماشي. والله أنتوا بتهرجوا. باشمهندس. اتفضل. يا هندسة محدش قال لي سكاشة. ايه؟ هو البريف محدش قال لي سكاشة الصبح. مين اللي ما قالش اللي فيه سكاشة؟ محدش عرفنا اللي فيه سكاشة غير محمد السيد الصبح. والله يا ابني انا قايل له من يومين يعرفكم اللي فيه سكاشة. يا مصدي جروب الفيس الباشمهندس مشير لما نزل اسامي المعيدين اللي هيشرحوا السكاشة السنة دي قال ان فيه سكاشة يوم الخميس. المهم نكمل بس يا محمد، حد عنده مشكله؟ حد من واقف في حاجه مش واضحه؟ سؤال بس. يعني البريفيلنج ويند دايركشن تعتبر من الكومبوننت بتاعت ال يعتبر من الكومبوننت المفروض ان احنا بنحسبها، بس انت ما عندكش حساب الويند روز السنه دي. يعني ما بنحسبهاش، بس لو سال مثلا ان في الكومبوننت ايه لازم اكتبها له. لازم تكتبها له، لا من البريفيلنج ويند دايركشن، وتكتب له ان احنا بنحسبها عن طريق حاجه اسمها الويند روز. كنت هتكلم في الموضوع ده بس اخلص بس المين. تمام جدا. تمام. فأنا عندنا حاجز الأمواج السنوية يا جماعة، لأن أنت مفروض زي ما قلت لك الأمواج ما بتبقاش في اتجاه واحد طول السنة، ممكن تغير اتجاهها. لو أنا حطيت الحاجز ده وسبت ده، لما الموجة تغير اتجاهها بقت جوه المينا في التراب، السفينة وهي داخلة ما عادتش آمنة، بقى عندك مشكلة فيها. فعشان كده بحط حاجز الأمواج السنوي. طيب يا هندسة، أنت كده قلت لي إن أنا عندي مساحة أرضية اللي هي الأرصفة وحواجز امواج رئيسيه وثانويه وبريفيلنج ويند دايركشن. طيب تفتكر لو انا سبت السفينه عايمه كده وقلت لها تعالي ادخلي من الممر ده اللي هو الحته الصغيره دي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لغط ومشكله كبيره جدا. ليه؟ لان لو كان سفينتين جم مع بعض ممكن السفينتين يرشقوا في بعض. طيب انا امن نفسي ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها ممر ملاحي. حد واخد باله كلمه ممر ملاحي دي زي ايه؟ قناة السويس، لأن قناة السويس ممر ملاحي أصله، نافيجيشن شانل. طيب إيه أهمية الممر الملاحي؟ لو ركزت معايا وخدت بالك إن الممر الملاحي ده عبارة عن خطين شبه متوازيين. لو أنت ركزت إن أنا بعمل إيه في الممر الملاحي يا باشمهندسين؟ إن أنا بلف الممر الملاحي بحيث إن هو يكون في اتجاه البريفيلنج ويند دايركشن. حد يقدر يقول لي ليه؟
مركز يا ابني، حد يقدر يقول لي ليه؟ ما هي هندسة لو في اتجاه، لو هي عكس، ما هي دلوقتي السفينة لما تيجي تخش هتخش عكس، بالظبط صح عادي كده انت وصلت. لكن لو في، لو هي لو انت جيت وخليت الممر الملاحي بالطول ده، بقى عندك مشكلة ان المية السفينة وهي داخلة هي داخلة عكس اتجاه الرياح. طيب وايه المشكلة لما تدخل عكس اتجاه الرياح؟ في مقاومة للرياح جواه، المقاومة بتاع الرياح عكس السفينة، فالسفينة هتدخل مضطربة. انا بتكلم في الجزء اللي بره، ماليش جواب الجزء اللي جوه، الجزء اللي جوه آمن. طيب عشان انا اضمن ان الدنيا تمام بعمل ايه؟ باجي الف الممر الملاحي ده عن طريق عدد حاجة اسمها، مالكش دعوة الكلام ده مش تدرسه انت، عدد من اللفات مفروض الزاوية بتاعته 30 درجة، بحيث ان انا ابقى في نفس اتجاه البريفيلنج ويند دايركشن. طيب ايه اللي يحصل في اتجاه البريفيلنج ويند دايركشن؟ تاخد دفع الرياح اول ما تدخل جوه الممر الملاحي. فلما تاخد دفع الرياح تبدا الحركة بتاعت الموجة تبقى في نفس اتجاه السفينة. طيب بعد ما تبقى في اتجاه السفينة، طبعا كتلة السفينة كبيرة جدا، فتبقى ضامن بنسبة 1000000% ان السفينة هتدخل جوه الميناء بأمان جدا. تمام؟ تمام. ايه بقى الشمندورة دي يا جماعة؟ الناس اللي بتروح راس البر او بتروح مرسى مطروح بتلاقيه لما بيجي يحدد الشاطئ بيبقى فيه كور عايمة كده، صح؟ انتوا محدش راح مصايف قبل كده؟ تمام يا هندسة. بتلاقي في كور عايمة كده، عوامات بس عبارة عن كور. ايه الشمندورة دي؟ الشمندورة دي يا جماعة عبارة عن عوامات بيتوصل ما بينهم بخيط، بس خيط سميك جدا عشان ما يتأثرش بالسفينة طبعا، وبيوصل لحد قاع المجرى المائي يعني قاع البحر، وبيتثبت في القاع بواسطة الكتلة الخرسانية. طيب ايه اهميته؟ اهميته ان يحدد المسار الطبيعي للسفينة. بيقول للسفينة بعد اذن حضرتك خلي عندك دم وامشي جوه الممر ده، ما تطلعش براه، لانك لو طلعت براه بقيت غير امن ودخولك للميناء بقى فيه مشكله. يبقى الممر الملاحي اهميته يا جماعه ان السفينه تدخل جوه الميناء بامان. يبقى خلاص، يبقى احنا قلنا مكونات الميناء. اول حاجه اتكلمنا عن المساحه الارضيه اللي قلنا فيها الارصفه والمباني الاداريه. تاني حاجة قلنا الحواجز الأمواج الرئيسية اللي هي بتقاوم البريفيلنج وند دايركشن. تالت حاجة حواجز الأمواج السنوية اللي هي بتقاوم اللي هو الاتجاه بتاع الأمواج بس مش السائد. بعد كده الممر الملاحي بالشمندورات بتاعه عشان أدخل لجوه المينا السفينة بأمان. طيب تمام. طيب المفروض لما السفينة تدخل يا جماعة، هل السفينة هتدخل تتحرك براحتها ولا لازم نحدد لها مساحة مائية؟ فبنحدد لها مساحة مائية بتتحرك فيها في مسار دائري. مفروض السفينة لما بتدخل هنا، ركز كده معايا، السفينة لو انا عايز اخليها تتحط على الرصيف هنا بقول لها بعد اذنك تمشي لي في المسار الدائري ده، والله لو انت هتكملي بداية الرصيف فانت هتاخدي المسار الدائري ده وبعد كده تمشي على استقامتك، لو انت هتتحط هنا والله انت هتاخدي المسار الدائري ده لحد ما توصلي لمكانك وتنزلي، والله لو هتتحط هنا يبقى انت هتاخدي المسار الدائري ده لحد ما توصلي هنا وبعد كده تمشي على استقامتك، بحيث ان انا اقدر ارص السفن بالشكل اللي قدامك ده. يبقى رص السفن جوه المينا عامل كده. يبقى انت تاني عشان الناس اللي مش مركزه، يبقى مكونات المينا يا جماعه مساحه ارضيه بحط فيها ارصفه ومباني اداريه، حاجز امواج رئيسي بيمنع لي البريفيلنج وند دايركشن او الموجه المتكونه نتيجه البريفيلنج وند دايركشن انها تدخل جوه المينا، حاجز ابواب ثانوي بيمنع للموجة الثانية السنوية بأن ندخل جوه المينا، ممر ملاحي أو النافيجيشن شانل يسمح لي أن السفينة تدخل جوه المينا بأمان، ومساحة مائية تسمح بالسفن بأنها تتحرك بسلام وأنها تتحط جوه الرصيف بطريقة سلسة وسليمة. على فكرة وضعية السفن دي ليها طريقة، بس للأسف أنت زي ما قلت لك الجزء بتاع التخطيط ده مش عليك. لو الناس حابة تعرفه في آخر الترم يعني إن شاء الله أبقى أوضح لك إزاي ده نعمله بالتفصيل يعني. ده لو انت حابين، مش حابين خلاص، بس انا بس يهمني انك تعرف مكونات المينا. طيب يا هندسه احنا المفروض هنصمم ايه؟ احنا المفروض هنصمم مع بعض حاجز الامواج الرئيسي والثانوي كله،
مفروض هنصمم مع بعض الارصفه نفسها اللي هو الانشاء بتاع الرصيف الانشائي، بتكلم على كانشاء ماليش دعوه بقى ايه كتخطيط، اللي هو كتل الخرسانه اللي بحطها عشان اعمل الرصيف. مفروض انك تصمم لي المساحه المائيه دي، مفروض انك تعرف لي الويند دايركشن ده، الموجه اللي هتتولد عليها طولها الموج كام وارتفاعها قد ايه عشان اقدر اصمم حاجز الامواج الرئيسي. لحد ما انا واقف هنا في مشكله عند حد؟ حاجه مش واضحه؟ تمام يا باشمهندس، الله ينور. ماشي نكمل يعني؟ بس يا باشا انا شايف ان اللي بيتكلموا بره السكشن، الواد السيسي اللي بيتكلم، هطردك يا سيسي. المهم زي ما قلت لك احنا خلاص عرفنا الكومبوننت، تعال نعرف اهميه وتعريف كل عنصر من عناصر المينا. اول حاجه الممر الملاحي او القناه الملاحيه او النافيجيشن شانل، بيقول لك ان دي اول حاجه ممكن السفينه تواجهها جوه المينا، وبالتالي لازم اراعي جدا عرضه. ولو كنا صممنا مع بعض المفروض ان احنا بناخد عرض الممر الملاحي ده اكبر من اكبر سفينه، بص ركز معايا، اكبر من طول اكبر سفينه هتدخل جوه المينا. يعني ايه؟ يعني لو اكبر سفينه هتدخل جوه المينا، نرجع بس كده، لو اكبر سفينه هتدخل جوه المينا طولها 400 متر، يبقى عرض الممر الملاحي ده لا يقل عن 400 متر. يا باشمهندس ده هو انت هتعمل لي عرض 400 متر عشان سفينه واحده عرضها 400 متر هتدخل جوه المينا؟ تخيل دي. طيب ليه بعمل كده يا باشمهندس؟ لان ممكن في وقت من الاوقات السفينه تعطل، زي ما حصل في جرين، في السفينه اللي اسمها ايفر جرين بتاع اليابان دي اللي هي البناميه دي. طيب لو عطلت، بيقول لك ان السفن لما بتعطل عندها مشكله جامده جدا. ايه هي المشكله بتاعتها؟ ان السفينه بتلف حوالين محورها. يعني السفينه بص بتعمل كده، الناس شايفه اللي انا عملته اللي هو الجزء ده، بتلف حوالين محورها فبتسد لك القناه الملاحيه. لو انا ما قلت، لو انا مش ضامن مليون في الميه ان لما السفينه تلف الممر الملاحي عرضه اكبر من طولها، فبقى عندك مشكله ان ما عادش ينفع اي سفن تعدي ولا اي سفن تمر، وبقى عندك مشكله انك لازم تحل لي المشكله اللي ظهرت دي. طبعا حل المشكله، يعني كنت انا اصلا ده اللي انا كنت هطلبه منك، مفيش حل لمشكله غير انك تعمل حاجتين يا جماعه، انك تبدا تشد من مقدمه السفينه وتبدا ترد من مؤخره السفينه. يعني ايه؟ بجيب في اماكن كده في السفن بيبقى موجود فيها حاجه اسمها حبال او وايرز للشد، دي بتبدا تحط قطرات باوزان معينه تبدا تشد، بس القطرات دي عمرها ما هتكون كافيه. ليه؟ لان القطرات دي انت بتتكلم في ان السفينه ممكن تكون حمولتها 250 الف طن، القطره دي اجعص قطير قطره ممكن تشد بتبقى 70 طن مثلا، 100 طن 140، ده موجود اجعص حاجه في قناه السويس، اللي هيروح سينا هيعرف الكلام ده. اجعص قاطره موجوده في قناه السويس 140 طن. انت بتتكلم سفينه حمولتها 250 الف طن وعندك قاطره حمولتها 140 طن، فيقول لك لا كتر لي عدد القاطرات، بدل ما نستخدم قاطره نستخدم 10. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده زودت الحموله لحوالي 1400 طن، وخلي لي نفس الكلام ده ورا. طيب ده بيعمل لك حاجه اسمها عزم ازدواج. يعني ايه عزم ازدواج؟ طبعا الكلام ده انا بقوله لك عشان لو المشكله دي حصلت معاك وانت شغال. عزم ازدواج ان السفينه تبدا تتحرك كده يا جماعه، واحده 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 لحد ما تبدا ترجعها لوضعها الطبيعي وتقدر تسحبها عن طريق القطرات اللي انت استخدمتها. ده الحل اصلا ومفيش حل غيره، ما اعرفش هم كانوا متاخرين ليه، ما ينفعش تحل السفينه غير كده اصلا. وموجود على فكره في الكتب، لو واحد فتح بس الكتب كده وقرا الكلام ده هتلاقيه موجود. فزي ما قلنا الممر الملاحي هو اول حاجه بتواجهها السفينه، ولازم نراعي عرضه بحيث ان هو يتناسب مع عرض اكبر سفينه وطولها كمان. ولا ايه؟ بتقول ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ الصوت مش واضح. اه لا لا اساسا هي ايه القطرات دي اساسا؟ القطرات دي يا محمد
اوناش القطرات دي اوناش ونش بس بقدره معينه مش زي الاوناش العاديه اللي انت الونش مش الونش المفروض يرفع السفينه لفوق مش هيحركها للجنب لا لا لا, لا, لا ما هو دي بعت لك بقول لك انت لازم تبقى المره الجايه فكرني اخلي فيديو ابعت لك فيديو اعرض لكم فيديو اول السكشن الجايه يوريكم القطرات دي او الاوناش دي شغاله ازاي يعني ايه يا شوفك يا حبيبي يعني. حبيبي بتكلم لانشات انا قلت ونش لا لانشات بقدرات معينه تمام كده تمام لانش عادي خالص بس بقدره معينه وبطريقه معينه مصنوعه منه عشان يقدر يشد ويرد وهكذا يعني ايوه انا سمعتها غلط بس يبقى خلاص قلنا الموارد الملاحي لازم الراعي عرضه بيتناسب مع عرض اكبر السفينه وطولها ولا ودي مهمه جدا يا جماعه ودي مشكله على فكره في قناه السويس الجديده العمق احنا عندنا هنعرف دلوقتي من خصائص السفينه على فكره خصائص السفينه مش عليك في المنهج حتى البي دي اف اللي انا بعته لكم ما فيهوش خصائص السفينه بس انا هعرض لكم خصائص السفينه عشان افهمكم الكلام ده بالتفصيل لان ما ينفعش اتكلم عن المواني وما اتكلمش عن السفينه وخصائصها اللي هي اهم حاجه اصلا في المواني فانا هتكلم كده هتكلم عليه في حاجه اسمها يا جماعه غاطس السفينه يعني ايه غاطس السفينه مفروض ان كل سفينه لما بتحملها بتنزل شويه عن سطح الحموله تنزل في الميه غاطس السفينه ده بيقول لك هي المسافه ما بين سطح الميه وما بين قاع السفينه ده ساعات بيوصل يا جماعه ل 25 متر في القطرات في السفن التجاريه 25 متر متخيل الركب عامل ازاي 25 متر لو قسمت على 3 يعني انت بتتكلم ان غاطس السفينه بارتفاع عماره 9 ادوار تقريبا فبيبقى كبير جدا. طيب ايه المشكله في الغواطس دي؟ المشكله انك انت لو ما كركتش وما ضمنتش ان السفينه ان الممر الملاحي متكرك لبعد الغطس ده بمتر على الاقل متر بتكلم على الاقل على الاقل يعني ممكن ما اصلا بيوصل احيانا ل 5 6 متر هي المعادله بتاعته بتساوي الدي زائد 2.5 زائد 1 من 10 في 10 رقم كده مش عليك الكلام ده لو انت ما ضمنتش ان في الممر الملاحي انا حافر اكبر غاطس للسفينه بعلى اقل متر فمع الوقت بيحصل حاجه اسمها ترسيب للموجه الموجه بتجيب لك رمل فبيترسب طيب ايه اللي هيحصل لما يترسب السفينه لما الرمل يترسب بتعمل حاجه اسمها تشحط شحط السفينه يا جماعه يعني السفينه القاع بتاعها يغرس في الرمل طيب دي مشكلة دي كارثة نعم كارثة يعني خد بالك اللي حصل مع ايفر جرين ده عادي حاجة سهلة جدا لان في الاخر انت عندك قطرات بعزم ازدواج معين هتعرف تلف في السفينة انما لو السفينة شحطت تفتكر الحل المفروض لا. لازم الرمل ده يتخلع هندسة بالظبط انت محتاج تنظفلي من قدام من خلف السفينه مش بس كده يا محسن فرو النظر الملاحي بقى فرو زياده هتقلل حموله السفينه ما لو انت جيت تكلم في تقليل حموله السفينه جوه ممر ملاحي صعبه جدا يا مين اللي بيتكلم مايكل صعب جدا يا مايكل جوه المينا جوه البحر ونفس الفكره بتاعت اسمه ده بتاعت السيسي برضو لما قال لهم ما تفرغوش السفينه تفريغ السفينة ده مشكلة كبيرة جدا مشكلة ليه؟ لأن أنت محتاج أوناش بأطوال معينة فأنت محتاج تتعاقد مع شركة أوناش ومحتاج عشان ترفع اللي هو طول الذراع بتاعها يكون كبير ومحتاج كركات بأنواع معينة فأنت محتاج تتعاقد مع شركة هتلاقي نفسك بتكلف نفسك قد السفينة دخلك 100 مرة بيبقى حل أخير لو قلنا ده آخر حل بنعمله لا الحل انك انت بالكركات السنويه شفت الكركه المشهوره اللي كنتوا انتوا بتتريقوا عليها دي ايوه اللي هي الصغيره دي انت عارف زراعه الكركه دي كام متر 22 متر يعني دي تقدر تكرك ل 22 متر بس طبعا احنا عمالين نضحك ونهزر بس يعني هي زراعه 22 متر يا جماعه فدي بتبدا تكرك حاجات بسيطه من قدام السفينه وتبدا اللوناش تدفع من ظهر السفينه طيب انت كده ضمنت ايه
انت بتحاول منطقه الشحط انك تعديها، اول ما تعدي منطقه التشحيط بيبقى المكان خلاص انت قربته قدامه وظبطت الدنيا، فتلاقي السفينه ماشيه سلسه جدا والدنيا تمام. يعني المشاكل دي كلها احنا قابلناها في قناه السويس وانا شغال، وانا كنت هناك في الجيش، وكنا مضطرين نحلها وكنا بنحلها في وقتها، ولحد دلوقتي على فكره المشاكل دي موجوده، لان في اماكن في قناه السويس الجديده اماكن اللي هو بيقول لك ايه الاعماق فيها عمق الميه ما بيزيدش عن 20 متر، وزي ما انت شايف في اصلا زي ما قلت لك غواطس بتوصل ل 21 و 22 و 23 متر، فانت بتضطر انك تعمل شحط وتكرك باستمرار. نرجع لموضوع، يعني معنى كده ان في مراكب هندسه ممنوعه من بتشحط في قناه السويس يا محسن؟ يعني معنى كده ان في سفن ممنوعه من دخول قناه السويس الجديده؟ في سفن ممنوعه من دخول قناه السويس فعلا الجديده. ايوه القديمه العمق بتاعها 50 متر فعادي، انما الجديده في نوع انواع معينه من السفن بتعدي وانواع ما بتدخلش. لو انت عايز تدخل يقول لك استنى بقى دورك في القديمه قناه السويس القديمه. تمام، حد عنده مشكله في الجزء ده يا جماعه؟ حاجة مش واضحة؟ أنا بحاول أربط لك ما بين الواقع وما بين الدنيا عشان لما تطلع هتشوف الكلام ده أصلا. يعني الناس كلكم داخلين جيش غالبا وكلكم رايحين سينا غالبا برضو، فالكلام ده هتلاقيه كنتوا اللي بتخدموا بقى وبتخدموا في قناة السويس والكباري والكلام ده، يعني ربنا يعينكم إن شاء الله. تاني حاجة زي ما قلت المساحة المائية، إيه أهمية المساحة المائية يا جماعة؟ ولكن المساحة المرفعة ماشي حاضر، تكفل للسفن الحماية داخل المواني من اي ظواهر طبيعيه. بقى ايه الظواهر الطبيعيه اللي ممكن تحصل؟ رياح، امواج. وتاخد بالك ان المساحه المائيه هي نقطه بدايه ونهايه النقل البحري، يعني السفن اول ما تيجي من بره تدخل المساحه المائيه فانا هحطها على الارصفه، واول ما تبدا تتحرك عشان تتحرك لمثلا من مصر لايطاليا بتبدا تتحرك من المساحه المائيه. المساحه الارضيه دي اللي انا قلت لك عليها اللي هي بتقام عليها المنشات اللازمه للمواني سواء كانت ارصفه او مباني اداريه، بس تاخد في اعتبارك ان هي بتبقى نقطه بدايه ونهايه النقل الداخلي. اخر حاجه بالنسبه لنا بالنسبه للهاربر كومبوننت اللي هي الحواجز الامواج الرئيسيه والثانويه، اهميتها زي ما اتكلمنا انها تصد الموجات وتمنعها من دخول الميناء بحيث انها تضمن استقرار السفن التام جوه المساحه المائيه سواء كانت السفينه داخله او سواء كانت السفينه خارجه. هاربر كلاسيفيكيشن تصنيف المواني، تفتكر لما اجي اصنف المواني اصنفها لايه؟ ولكن انا عندي عشان اصنف المواني بصنفها طبقا لحاجتين، اول حاجه حسب الغرض منها، يعني المينا ده هيخدم لي ايه او المينا ده بتاع ايه. تاني حاجه بحس طبيعتها ومقدار الحمايه، المينا اللي انا هعمله ده الارض اللي موجود فيها طبيعتها عامله ازاي، يبقى حسب الغرض منها يعني المينا ده هيخدم لي على ايه او الخدمه بتاع المينا ايه. يعني انا عندي مثلا اول حاجه اسمها مواني امان. يعني ايه مواني امان يا باشمهندس؟ مينا زي بتاع مرسى مطروح يا جماعه ده مينا امان ليه؟ بيقول لك ان المنطقه اللي هناك دي معرضه للرياح شديده. لو قلت لك ان السفن جوه اللي هي المياه الدوليه معرضه لخطر انها تنقلب مثلا او انها تتقلب او يحصل فيها مشكله، فالمينا فهي انت عايز تامن السفينه، طيب امنها ازاي؟ فباجي عند منطقه زي مرسى مطروح كده واعمل مينا واقول ده مينا امان. المينا ده وظيفته الرئيسيه ان لو السفن اتعرضت لمشاكل تجيلي وانا اسيبها بامان جوه المينا يوم يومين لحد مثلا ما العواصف تروح وابدا احرك السفينه تاني. طيب ده مينا بيكسب كتير جدا، الحاجات دي بتكسب كتير جدا يا جماعه، لان السفينه لو كانت جوه البحر ممكن تغرق. طيب انا جبتها عندي بقعد بقى اخدم عليها، اعمل لها صيانه، ادي لها وقود، ادي لها مون، اخدم على عمالها، فنادق شغاله، فدي طبعا بتبقى فلوس وبتكسب مليارات حرفيا يعني. بس طبعا احنا لو بنشوف حاجه من المليارات بنشوفه عشان احنا البتاع بيسجل، بنشوف لان كل المليارات دي رايحه للمدن الجديده، وان شاء الله ربنا يعني يكرمنا بشقق في المدن الجديده كلنا. تاني حاجه مواني تجاريه. المواني التجاريه دي اساس المواني يا جماعه. الشقق دي ايه؟ الصبح ان شاء الله الشقق دي الصبح ان شاء الله. المواني التجاريه ده اشهر انواع المواني يا جماعه.
90% من الموانئ في مصر هي موانئ تجارية. مينا اسكندرية مينا تجاري، مينا بورسعيد مينا تجاري، مينا سفاجة مينا تجاري. ايه مينا التجاري ده؟ ده اللي هو خاص بقى ايه، استقبل السلع واسفرها. عندي مينا اسكندرية مثلا هتلاقي العربيات وكل الكلام ده هي اللي بيستقبلها، مينا تجاري. بورسعيد بيستلم كل انواع الشاحنات الخاصة بالبذور والخاصة بكذا، مينا تجاري. فالموانئ التجارية هي اشهر انواع الموانئ. في نوع اسمه موانئ حربية، والموانئ الحربية دي موانئ خاصة. في مصر عندنا كان هو مينا واحد اللي كان حربي، كانت سنة 73 كان مينا بورسعيد. بس تاخد بالك في الموانئ الحربية ان بيبقى فيه 2 ممر ملاحي. تفتكر ليه 2 ممر ملاحي مش ممر ملاحي واحد؟ حد يفكر ليه في الموانئ الحربية بخلي فيه 2 ممر ملاحي؟ ممر ممر سافة الحرب. بالظبط. الفكرة يا جماعة ان ممكن سفينة من السفن بتاعتك وهي داخلة المينا سفن الاعداء تكون متبعاها بتعترضها. طيب ما هي لو دخلت جواها المينا زنقتها جوه، لو احنا بنتكلم على الشكل ده، تخيل اللي هو ده السفينة جت وسفينة العدو وراها، المينا اتدمر. لكن انا بعمل ايه؟ بعمل ممر ملاحي يمين وشمال. هوريكم الشكل بتاعها دلوقتي. بصوا دي اهي، شايفين ده يا جماعه؟ الصوره دي، بص ادي انت دخلت هنا، والله كان في سفينه من سفن العدو عدت وراك وحبت ايه تضربك جوه، السفينه بتاخد تلف الناحيه الثانيه وتطلع من الناحيه دي. والله بقى لو كان سفن العدو كان جايبه لك من سفينه من هنا يبقى انت حظك فار بقى، يعني ما قدمناش حل ثاني، تقبل الوضع. يبقى دي اسمه مينا حربي. تمام. الموانئ اللي بعد كده، الموانئ الصيد. موانئ الصيد في مينا عندنا في اسكندريه، مينا صغير كده خاص بالصيد. موانئ الصيد ده يا جماعه الميزه بتاعته ان هو بعد ما السفن تصطاد، طبعا اللي هو من الاخر كده انا عايز احط السفن واركنها مظبوط، فبروح لمينا الصيد ده واركنهم بركنه معينه والدنيا بتبقى تمام. مينا بسيط جدا ويعتبر احدى، خد بالك، احدى الموانئ التجاريه. يعني مينا الصيد لو احنا قلنا الموانئ التجاريه ده اللي هو الجنرال، فمينا الصيد احدى الموانئ التجاريه، بس احنا بنسميه مينا صيد لان ليه خصائص معينه. موانئ الطيران. ايه موانئ الطيران دي؟ موجوده طبعا في مصر قليله جدا. اكتر الاماكن اللي منتشره فيها موانئ الطيران قطر، عشان القواعد الحربيه اللي موجوده الامريكيه اللي هناك، وامريكا لان عندهم مواني كتير جدا طيران. مينا في البحر، السفن الطيران ممكن يعني المينا عباره عن الارصفه بتاعته كبيره جدا بحيث ان الطيران يطلع ويخرج منها بسهوله. مواني حره دي بتستخدم لاكتر من سبب، من لاكتر من حاجه. يعني ممكن انت المينا ده تستخدمه كصيد، ممكن تستخدمه كامان. مينا حر لو انت اتزنقت في حاجه معينه بتستخدموا الحاجه دي. لقيت مثلا عندك مشكله في مينا اسكندريه ومينا بورسعيد ان هم اكتفوا وبقى خلاص كومبليت بالنسبه للسفن، فبقول لهم والله احنا عندنا مينا صغير كده، المينا ده احنا مشغلينه اي حاجه، فانت ممكن تروح تحط السفينه بتاعك وتنزل حاجتك لحد ما مينا بورسعيد او مينا اسكندريه يبدا يفضي ويشحن الحاجات اللي عنده. موانئ متعدده الاغراض نفس فكره المينا الحر. واخر حاجه موانئ ترفيهيه او سياحيه، ده اللي هي المارين، بيسموها المارين. المينا ده زي المواني بتاع الغردقه، دايفنج والكلام الجميل اللي انتوا بتشوفوه بقى في الغردقه وشرم الشيخ، ده بيسموه موانئ ترفيهيه او سياحيه. تمام. طيب من حيث طبيعتها ومقدار الحمايه، بيقول لك من حيث طبيعتها ومقدار الحمايه فانا عندي المواني 3 انواع. اول نوع ان يكون مينا طبيعي، يعني شكل الارض كونت لك المينا، انت بمجرد ما حطيت الارصفه والمباني الاداريه بس كده اللي انت هتعمله في المينا. ده موجود عندنا؟ اه والله موجود عندنا مينا مرسى مطروح كده اصلا، وهوريه لكم الصور بتاعته دلوقتي. مواني نصف طبيعيه، يعني انت في مينا الارض مساعداك، يعني هي مثلا عامله لك الحاجز الامواج الرئيسي وانت هتعمل الثانوي، او هي عامله لك الثانوي وانت هتعمل الرئيسي، فبيسموه نصف طبيعي. الارض مساعدك شويه وانت بقيت كملته. او مينا صناعي زي المواني اللي انا عرضتها فوق بالتفصيل الممل ده.
تمام. تعال ما نشوف نتكلم عن المواني دي بالتفصيل لان دي مهمه جدا. اتفضل. هو ايه الفرق يعني ما بين مواني طيران ومطارات؟ يعني مش كده دي ده بيساب الطيران ده بيساب الطيران؟ طب ما انا قلت يا ابني هما الاثنين واحد. يعني هو مطار بس معمول في الميه. مطار معمول في الميه بالظبط. تمام جدا. فبيسموه مينا طيران. تمام جدا. المواني الطبيعيه بقى يا جماعه، بقول لك المواني الطبيعيه دي مواني محميه طبيعيا بالجزر والخلجان، ما بتحتاجش اي اعمال صناعيه زي حواجز الامواج مثلا. وعندنا مينا زي ده، مينا مرسى مطروح. بص كده ركز معايا، ده اللي هو المواني الطبيعيه يا جماعه. بص المينا عامل ازاي، ده شكل مينا على فكره. دي كده ارض ودي كده ارض. انت بتعمل ايه؟ والله انت بتستغل المكان اللي موجود هنا وتقوم حاطط هنا الارصفه والمباني الاداريه وتقوم حاطط هنا الممر الملاحي، ويبقى انت كده خلصت المينا بتاعك. فعشان كده بيسموه مينا طبيعي، انت ما بتعملش اي اصلا حاجه، الجزر والخلجان اللي موجوده هي اللي عملت لك المينا. طيب نصف طبيعي، والله المينا مساعدك شويه، يعني انت عندك زي الشكل ده، انت عندك ده حاجز الامواج السنوي، انت يا دوب عملت حاجز الامواج الرئيسي وبالتالي عملت المينا. ادي المساحه المائيه ايه، وتحط هنا المنشآت بتاعك والارصفه، يبقى انت عملت المينا. ده زي مينا جده بالمملكه العربيه السعوديه. اخر حاجه المينا الصناعي. المينا الصناعي وده طبعا اللي هو الاشهر واللي احنا بنعمله، زي اللي انت بتعمل بقى الحواجز الامواج الرئيسيه والسنويه والممرات الملاحيه وكل حاجه، انت اللي بتعمل كل حاجه في المينا. هو بيقول لك هي مواني تنشا في اماكن مكشوفه من الشاطئ، وحيث تحتاج الى اعمال حمايه كليه بحواجز الامواج الرئيسي والسنوي، وزي المواني دي اللي موجوده في مصر هو مينا اسكندريه. يبقى طبقا للطبيعه ثلاث انواع. الطبيعه لو ساعدتني بنسبه 100% بقى اسمه مينا طبيعي، لو ساعدتني بنسبه 50% بيبقى اسمه مينا نصف طبيعي، انا هضطر ان انا اعمل حاجز امواج لا رئيسي يا ثانوي. انما لو الطبيعه ما ساعدتنيش واضطريت احط كل حواجز الامواج، في الحاله دي بيبقى اسمه مينا صناعي وانا اللي بعمل فيه كل حاجه. حتى عنده مشكله لحد ما انا واقف هنا؟ حد عنده مشكلة؟ تمام يا هندسة. تمام يا باشمهندس. حاجة مش واضحة؟ كله تمام. ماشي. إيه بقى مواصفات السفينة يا هندسة اللي أنت كلمتلي عليها؟ أنت قلت لي إن ده مش علينا في المنهج، بس ما ينفعش أشرح مادة المواني من غير ما أقول لك يعني إيه شيب ديسكريبشن، اللي هي مواصفات السفينة. فالسفينة لو إحنا جينا نبص قدامنا ده كده أشكال السفينة. ده بالنسبة لي اللي هو السايد فيو، وده بالنسبه لي البلان. انا يهمني انك تعرف الخصائص الرئيسيه للمينا، مش عايز منك اكتر من كده. ايه هي الخصائص الرئيسيه للمينا؟ اول حاجه للسفينه، اسف، اول حاجه انك تعرف لي يعني ايه طول الكل للسفينه. بقول لك الطول الكل للسفينه ببساطه جدا يا جماعه، هو المسافه الافقيه بين خطين أحدهما يمر بمقدمة السفينة والآخر يمر بمؤخرة السفينة. لو قلنا المسافة الكلية دي ما بين المقدمة والمؤخرة دي اسمها الطول الكلي. خد بالك في حاجة تانية اسمها الطول بين الأعمدة، أنا هعرفه لك بس ده برضو يعني ليك أنت. بقول لك إن الطول بين الأعمدة ده مش هو الطول الكلي، لأ. بقول لك إن الطول بين الأعمدة هو مسافة أفقية بين خطين أحدهما يمر بمقدمة السفينة والآخر يمر بمحور الدفة. الدفة دي يا جماعة اللي هي المراوح، اللي هي التوربينات بتاع السفينة. محور الدفة الخط اللي بيمر بالمحور ده بنسميه الطول بين الأعمدة. طيب عرض السفينة، والله هندسة العرض السفينة يبقى هيجري من البلان، هو المسافة الأفقية بين خطين أحدهما يمر بمقدمة السفينة والآخر يمر بمؤخرتها بس في البلان. ركز معايا اللي هو ده وده، وبيسموها عشان تبقى فاهم يعني أقصى اتساع للسفينة في الاتجاه المتعامد مع اتجاه قياس الطول. أقصى اتساع للسفينة، يعني إيه؟ يعني لو الخط ده بارز هنا شوية وهنا بارز شوية يبقى هو أقصى اتساع للسفينة. يبقى هو أقصى اتساع للسفينة في الاتجاه المتعامد اللي هو البلان أهو، مع اتجاه قياس الطول أهو، اتجاه قياس الطول الاتجاه المتعامد عليه، اللي هو البلان من الآخر يا جماعة. ارتفاع السفينة ده مهم. بقول لك ارتفاع السفينة ركز معايا هو المسافة الرأسية
بين مستويين احدهما يمر بقاع السفينه والتاني بيمر بالسطح الرئيسي للسفينه. السطح الرئيسي ده بيسموه المين ديك، يبقى ده اسمه ارتفاع السفينه. تفتكر ارتفاع السفينه هو نفس غطس السفينه ولا في فرق بينهم؟ في فرق هندسه. ليه في فرق؟ مش غطس ده الجزء اللي هو الجزء اللي موجود في الميه. الله ينور عليك يا محمد، تسلم، هو ده صح. الغطس يا جماعه انا حملت السفينه فهو الجزء اللي موجود في الميه، فبيقول لك هو المسافه الراسيه نفس المسافه ايه المحصوره بين مستويين احدهما يمر بقاع السفينه. ايه ده يا باشمهندس، هو نفس التعريف؟ لا، الثاني يمر بمستوى سطح الميه. ثاني هنا احنا قلنا مستوى قاع السفينه والثاني اللي هو السطح الرئيسي، انما الغطس قاع السفينه وسطح الميه. بص سطح الميه فين اهو، ده سطح الميه بالنسبه لي اللي هو الغطس اهو، يبقى ده بالنسبه لي بنسميه الغطس اللي هو غطس السفينه. طيب غطس السفينه ده ثابت ولا مختلف ولا متغير؟ عايزك تفكر. المفروض هو حسب الحموله يا هندسه. الله ينور عليك يا محمد، الواد محمد ده حلو، انا هسيبه معاكم في السكشن. حسب الحموله يا جماعه، يعني ايه حسب الحموله؟ يعني لو السفينه ما فيهاش حموله فالغطس هيكون صغير. لما ابدا احمل السفينه الغطس عمال بيزيد لان السفينه عماله بتنزل جوه الميه، فحسب السفينه الغطس بيتغير. ده انا عايز اقول لك حاجه كمان، غطس السفينة متغير ما بين مقدمة ومؤخرة السفينة. يا سلام، اه والله، يعني لو انا حملت الجزء ده فهتلاقي الغطس هنا كبير والغطس هنا صغير، لو انا حملت الجزء ده فهتلاقي الغطس هنا كبير والغطس هنا صغير. فيبقى غطس السفينة متغير بتغير الحمولة ويتغير بتغير مكان الحمولة. طيب انت قلت لي يبقى انا عندي وزن فعل السفينة. ايه هو الوزن الفعلي للسفينه؟ نظريه ارشميدس، وزن السائل المزاح هو ده بالنسبه لي هو وزن الفعل للسفينه، بس كده، انا مش عايز اكتر منك من كده. طيب الوزن الفعلي للسفينه وهي محمله، بيقول لك ان انا حطيت الحموله انا عايز اعرف السفينه دي هتشيل كام، فوالله بيقول لك ان انا عندي حاجه اسمها خط التحميل اللي هو اللي اسمه بليمازول مارك. خط التحميل ده لو انا فضلت احمل السفينه لحد ما خط التحميل وصل لخط الميه وبقوا الاثنين زي بعض، في الحاله دي بيقول لك ده الوزن الفعلي للسفينه وهي محمله. بيقول لك هي وزن السفينه وهي محمله بالبضائع حتى خط الحموله، يعني المفروض خط الحموله ينطبق مع خط الميه. طيب ايه تاني المفروض تبقى عارفه؟ الوزن الفعلي للسفينه وهي فارغه. يعني ايه بقى وزن الفعلي للسفينه وهي فارغه؟ بيقول لك السفينه اللي هو وزن السائل المزاح، بس تاخد في اعتبارك فارغه من البضائع والوقود والتموين والمخازن، يعني السفينه بس مش عايز اي حاجه تاني. السفينه حطيتها في الميه من غير ما احط فيها اي حاجه بقت هي دي وزن الفعل للسفينه الفارغه. يبقى انا محتاج اعرف الديد ويت تونج. خد بالك الكلام ده مش عليك، انا بس بشرحه لك ليك، الكلام ده مش عليك يا جماعه، الشيب ديسكريبشن مش عليك اصلا. بقول لك الديد ويت تونج وزن البضائع اللي هتحطها في السفينه. يعني ايه؟ عندك انت قلت ان السفينه فارغه من بضائع ووقود وتموين ومخازن، اوزن لي الحاجات دي وحطها لي في السفينه. لو وزننا دول بس بدون ما نحطها في السفينه ده بيسموها الديد ويت تونج. بقول لك وزن البضائع والوقود والتموين والمخازن اللي هحطهم في السفينه عشان ايه بقى؟ ينطبق خط الحمولة مع خط المية، يعني الخط ده انطبق مع خط المية. لأن خد بالك خط التحميل ده لو انت سبت السفينة كده هيطلع، يعني السفينة هترسو، يعني الدنيا هتلاقي الدنيا بتطلع كده شوية، كل ما احط بضايع عمال ينزل ينزل لحد ما تساوى خط التحميل مع سطح المية بالظبط. يبقى هو ده بالنسبة لك الديت ويت تونج. طيب اتفضل باشمهندس. قول يا محمد. الفرق ما بين الوزن الفعلي للسفينه وهي فارغه واول تعريف في الاوزان. الاثنين زي بعض، بس انا بس بحبيت اوضح لك ان هي تكون فارغه من البضائع والوقود والتموين والمخازن.
يعني انا قصدي على بتاع الوزن المية. ايوه هو وزن ازاحه الميه والسفينه فارغه من البضائع والوقود والتموين والمخازن. ايوه تمام يعني بس حبيت اعرف يعني فرق. تمام كده مظبوط يا محمد صح. الجروس ويت تانج بقى يعني الوزن الكلي يا جماعه، الجروس يعني الكلي، يبقى انت بتتكلم على وزن بضائع ووقود وتموين ومخازن بالاضافه للسفينه. بس خد بالك وزن السفينه وهي ايه؟ فارغه. ما هو يا حبيبي انت بتقول الجروس ويت تانج يعني الوزن الكلي، السفينه الفارغه ليها وزن، يبقى انا قلت الف وجبت وزن بضائع ووقود وتموين ومخازن، يبقى انا جبت ب، يبقى الكل عباره عن ايه؟ الف زائد ب. لان للاسف في كتير منكم جدا يقول لي وزن السفينه وهي محمله بالاضافه لوزن البضائع والوقود والتموين والمخازن، انت كده زودت الحموله مرتين. لا، يا وزن البضائع والوقود والتموين والمخازن بالاضافه لوزن السفينه وهي فارغه، يبقى ده كده كل الوزن الكلي للسفينه بالبضائع اللي جوه. لحد هنا في مشكله يا جماعه؟ لحد هنا في مشكله؟ تمام يا هندسه. نكمل بقى، نكمل يعني؟ اه كمل. تعالى بقى الجزء المهم جدا لينا النهارده، خدوا بالكم انا النهارده مش هحل معاكم اي مسائل، انا بس عمال بدردش في في المنهج وبدردش في الدنيا ماشيه ازاي، لان انا عايزك تبقى داخل السكشن الجاي فاهم ان الماده ما هيش صعبه قوي، وان الماده لذيذه وفيها جزء جميل جدا، وهتعرفوا اصلا الماده لو انت التزمت بالسكشن باذن الله هتجيب امتياز. بس تذاكر تذاكر وتبطل علوية. كفايه ان انت اللي بتشرح يا هندسه. مين اللي بيتكلم؟ مايكل؟ اه بطل التطبيل بقى يعني عيب. ويف جنريشن يا جماعه، تولد الموجه. هي الموجه دي عباره عن ايه اصلا يا باشمهندس؟ بقول لك يا جماعه الموجه عباره ببسطه جدا ارتفاع وانخفاض سطح الميه نتيجه انتقال طاقه ما الى جزيئات الميه. اللي قدامك ده هي الموجه. يعني بيقول لك ارتفاع وانخفاض في سطح الميه، تفتكر ايه الطاقه اللي ممكن تيجي توديها لجزيئات الميه عشان الموجه ترتفع وتنخفض او سطح الميه يرتفع وينخفض؟ فبيقول لك ان الطاقه اللي انا هديها لجزيئات الميه دي هي دي اسمها مسببات الموجه. انا بس هعدي على دي سنه عشان بس اربط ما بين ده وده. مسببات الموجه، ايه هي مسببات الموجه يا جماعه؟ او اسباب تولد الموجه او الطاقه اللي بتديها لي الموجه. بيقول لك العوامل التي تؤدي لتكون الموجه عندك انواع كتير جدا، عوامل طبيعيه وعوامل صناعيه. بيقول لك العوامل الطبيعيه الطاقه اللي بتروح لجزيئات الميه عشان تتحرك بارتفاع وانخفاض، ممكن تكون الرياح، ممكن تكون المد والجزر، ممكن تكون الزلازل، والزلازل دي بتعمل لي تسونامي على فكره. طيب العوامل الصناعيه السفن، يعني ايه؟ السفينة وهي بتتحرك فالمية حواليها بتتحرك. طيب والطاقة مش دي طاقة بتروح للمية؟ ما هي دي بتخلي المية ترتفع وتنخفض، يبقى السفن. الانفجارات، والانفجارات دي ممكن تسبب لي تسونامي على فكرة. الزلازل والانفجارات الاتنين دول ممكن يسببوا لي تسونامي. بالإضافة لو واحد اتفرج على فيلم كونج وفريزس جودزيلا لسه نازل امبارح، هتلاقي كونج وهو كان ماشي في المية بيتحرك في المية، أو جودزيلا وهي ماشية في المية الميه حواليها عماله بترتفع وتنخفض بشكل رهيب. فاي جسم بيتحرك في الميه، اي جسم وهيسبب لي حركه وذبذبه للميه، دي بتولد لي الموجه. فاللي قدامك ده دي الطاقه اللي جزيئات الميه بتاخدها عشان تولد لي الامواج. يبقى الموجه ببساطه جدا لو رجعنا نقولها هي ارتفاع وانخفاض في سطح المياه نتيجة انتقال طاقة ما إلى جزيئات المية. الطاقة دي ممكن تكون طاقة طبيعية أو صناعية. طبيعية رياح، زلازل، مد وجزر. صناعية انفجارات، وآخر حاجة اللي هي حركة السفن أو حركة الأجسام داخل المية. تمام؟ طيب يا باشمهندس أنا بدرس الموجة ليه؟ يعني أنا درست الموجة ليه بقى؟ يعني انا هستفاد بيها ايه؟ بيقول لك انت بتدرس الموجه لعده اسباب. اول حاجه ان هي بتاثر ولها تاثير كبير جدا على المنشات البحريه.
زي حواجز الامواج والارصفه. عشان كده قلت لك ان انا لازم ادرس تصميم الانشائي للحواجز الامواج والارصفه بدايه السكشن ده مهم جدا بالنسبه لنا. تاني حاجه بقول لك لو اتكونت جوه المساحه المائيه بقى عندي مشكله للسفن، لان السفن ما عادتش مستقره، بقى عندي مشاكل في الشحن والتفريغ. ثالث حاجه مهمه جدا في تصميم حواجز الامواج وتخطيط الارصفه، انا اتكلمت عن القوه اللي بتاثر عليهم، لا التصميم والتخطيط كمان. يبقى انا في التصميم هاخده في الاعتبار وفي التخطيط هاخدها في الاعتبار. اخر حاجه بيقول لك طاقه الحركه المتولده على الشاطئ بتعمل على تغيير ملامح الشاطئ باستمرار. انت عندك الشط شكله بيتغير باستمرار، والكلام ده على فكره لو انت رحت راس البر هتلاقي نفسك وانت داخل الشط مفروض رجع مثلا 20 30 متر بسبب طاقه الرياح الحركه اللي بتتولد نتيجه الموجه دي. تمام، ادي الويف جنريشن، ده شكل الموجه، حركه المايه بتبقى عامله كده، وده الشكل الايديال اللي بيسموه شكل الموجه حسب نظريه خطيه الامواج، ده اللي احنا هندرسه على فكره وهندرس فيه خصائص الامواج، ودي العوامل اللي بتاثر على تكون الامواج. طبعا احنا ندرس باستفاضه انه موجه، موجه الرياح. فتعال نتكلم على موجه الرياح وازاي موجه الرياح بتتكون يا جماعه. هديكوا بريك 5 دقايق ونرجع نكمل تاني. هديكوا بريك لحد الساعه 12 ونرجع نكمل تاني، لان الجزء اللي جاي مهم جدا وعايزك تكون مركز معايا فيه. طب ما باشمهندس معلش ممكن تدخلنا بس الجروب عشان انزل البي دي اف. ايه؟ دخلني الجروب بس. جروب ايه؟ انا داخل معاكم على بلينك بس اللي هو انا عايز اخش الجروب عشان مين انزل البي دي اف. السيد معاك، السيد الفي. بص السيد انتوا هتعملوا مشاكل كتير. طب اقفل بس كده هنوقف الريكورد بس.